وتوفير اجواء ملائمه للناشئه. وانا كنخدم كسيكيريتي كحارس امن خاص ساهم مع الاخوان على انجاح هذه العمليه اللي لعبت عليها وزاره التربيه والتعليم والتنميه للتعليم. رئيس جمعيه النصر للتنميه والثقافه، والان بصدد انشاء واحد المنتدى كيشمل رجال الرئيسيين المقيمين عبر العالم لاخراج واحد المولود جديد يهتم بالنشط منذ الطفوله. واخا قلنا عيب بالنسبه للبروتوكول الصحي، يعني كيفاش كيجري داخل المؤسسه بالنسبه لك انت كمشرف على يعني عمليه التحكيم والتطهير داخل الاقسام المؤسسه؟ السيد المدير والاساتذه كيحاولوا انهم يعاونونا ما امكن، يعاونوني ما امكن على توفير اجواء ملائمه.